عليكم. نتمنى اي واحد كيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير. مرحبا بكم فيديو جديد ونهار جديد معكم انا رجاء احلى. اليوم كيفاش تشوف العنوان غادي يكون تحدي. خليني انا شويه نهضر اختي. غادي يكون تحدي اللي هو تحدي التذوق واتس ان ماي ماوث اللي غادي نديروه انا اختي. صافي هذا المكان كما شفتوا راه كاين بزاف بحال هاد التحديات هادو في الاخر في يوتيوب. مهم حنا قررنا اننا نديروه ونتمنى انه يكون نال اعجابكم. ليتس جيت تو ذا فيديو. اوكي اول حاجه هي انا اللي غادي نبدا دونك غادي نغمض لها عينيها وغادي نعطيها تذوق هذاك الشيء الجميل اللي درتو ليها. مهم حاجه زويني الصراحه زعما شوفها تبقى تكرفس عليا ديري داك الشيء فاش كنا نوجدو. قالت لي راني درت لك ثلاثه ديال الحوايج مكفسين علاش ما نحطو بيض؟ لا ما درتلاش بيض عندكم. ما عرفتي بيض اللي تجيب لينا فراري زيد شويه. يا اختي الصراحه ياك وفي راسك تشوفي ما عرفتي شوف والله رجا وتشوف انا شوف انا غش على المهم انا درت لها هنايا باش اختي ما جبتش معايا القهوه. المهم هاكي بعثت لينا جبتي الزيف. واه جبتي الزيف رجا كتقول قاعد عندكم كنقول قاعد كيقول كتقول قاعد. المهم انا جبت لها انا خمسه ديال الحوايج شي حاجه جبتي من حاجه انا جبت وقيله خمسه. المهم انت خلي الحوايج باش ندي شي حاجه زينه للخايب. يا بدي بالخايب حتى مهم حتى شي راهي طاير. المهم هانتوما كيما كتشوفوا يلا حلي فمك غادي نكتب لكم هذاك الشيء في الفيديو فراك. واش هذا؟ لا لا صوص صوليس لا زين بخير ما عرفتش كيفاش هادشي زيدي هاك زيد اش هذا صوليس لا هذيك الحار الهريسه الحاره لا مي باي يا رفيق انا ما عرفتش ما عرفتش المطارد جيبي جيبي هذاك اللي كنت تمسح باش شي تمسحي تمسحي المعلقه لحقاش ما جبتش معلقه. يلا الحاجه جوج حاجه جاوجه هي هاد الله رجاء وتشوف ما نش نشوف قلنا عليك ما نش نشوف خلاص خلي فيك شي هادشي انا كتعجبني الهريسه الصراحه انا كاع ما قلتها راه كاينه باينه جوا عليك جيب قاعد خو هاك انا باش نمسح صافي جبت غير جوج جبت غير جوج اختي كم ديال الحزازه هادي اصلا ما نبدلك بحاجه زينه ولا خايبه. ايوا قلنا واش هادو كاملين خايبين هذا ما عرفتي. المهم قلتي الحار يلا قلت المطاط قلت الحار واش هذا يلا حلي فيك اكو يا تشوفي تشوفي انا شي تشوفي كاع تشوفي واش هذا الشيء اللي دار كيس كبير لا توما لا هاكي شتو فمي ولا فيه طاجين صافي طاجين ولا فيه شاد الحمار طاجين لا طاجين خليني ما عرفتيهاش استني خمس عاودي راه صافي ما بقاش كاع طيرتيه بفمك شربي ما يلا
تبقاو كاش الحوايج زينين ضيدو فجي يلا ولا في الطاجين صافي طاجين ديال البسطيله ديال الحوت طاجين ديال البسطيله ديال الحوت يلا شي هاد شي هاد غير نقول لك لا بقاو لا جوج يلا صاحبي ماشي واش غادي تكوني عارفه اتاي وي واش من اتاي زين عضيه كولي حاجه زينه واش هادي زين زين ما عرفتيش حلي فمك ها بدي نكشف لكم على بنات تما باش مشماش لا اناناس واه صافي المهم البلاصه هذه هي الحاجه التاليه المهم تخلطت بالشوفان ولكن جاهزين حلي فمك مزيان حلي ها غادي تاكليها هذيك الخوشه هادشي اللي طاح هادشي اللي طاح ايه لا مضينا مسكينة طلنا مشاك يلا دابا باش حل عرفت انا ما قلتيش كاع استنى نحسب لك ما عرفتيش المطاط وما عرفتيش هذيك ديال الحوت وما عرفتيش عرفتي شي ثلاثة ما عرفتي المهم دابا رجاء هي اللي غادي وانا غادي نغمض عيني تيك يلا كبزتني هنايا ربطني زعما عندك هذاك الشيء ساهل وهي تكرفصت عليا وجدي هذاك الزيف حداك يعني شي حاجه ماشي زينه ايوا بزاف كاين ماشي زينه هذا الزيف مسكين ضرب الماراطون المهم البنات غادي نكتبوا لكم كاع الحوايج يعني في الديسكريبشن يعني في الفيديو غادي نكتبوا لكم زعما شنو درت له مركز شوفي نيشان والله نيش كذاب ها والله ما انا كي غير طلع لي راني المهم هادو هما الحوايج جا اختي ما تعطينيش شي حاجه خانقه وين ولا هادشي كامل تخلط المهم غادي نبداو باول شيء كوكايين باينة شي حاجة بيضة رجاء دقيقة بنتي عارفة شو الدقيقة هذا وين يكون زعما الشعر وين وين جايكي ولا شوف شوف الله يسترك يخدم وجا صاحبتي حشو معايا كان كندير لك هكا لا ما درتيليش هكا ما قلتيليش ما عرفتش داك الشيء شرب واش هاد الشرب صافي بلا ما تشرب انا صاحبتي عطاني هاد الشرب بحال العجينه هاكي ها راه شي خبز الخبز وانت درتي لي الطاجين وانا درت لي العجينه مالكي المهم هذه اول حاجه ثاني حاجه ما عرفتش فيها شي حاجه في وجهي ما في والو غمض عيني بالعيني فيك بالعيني فيك مزيان باش تعطينيش بزاف بالعيني فيك حلي فمك حلي فمك مزيان مقهوة اي 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 بس انا حوش الساهلين ويا ما عرفتش دارت ليش مو ويا ربي هدا واش راها باغي دير لي الكوتي ولا ما عرفناش هي عطاتني مادلينا مصايبه وانا عطيتها لها هكاك بالضغط ليش تصايبه في فمك يا شوف وجهي لا حلي فمك حلي حلي هذه حاجه زينه الزيتون
الزيتون. شو بقى شي؟ حلي فمك. فيسا فيسا ديزا ما وردتهم بسنة. كوشي عفاش حقش كوشي سهل. انا مش هدرت لي العطرية ديال البسطالة ديال الحوتي. قولي شكولة دي عطرها يا سديال. صافي زال. حلي 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 مزيان. لا كراميل. ايوا البنات هادشي اللي كاين. خاصك ناخذ الشرب. الشرب راه هادشي اللي كاين. هادشي اللي كان في هاد التحدي. نتمنى يكون عجبكم. نتمنى ما تكونش حاجه مجهي. وما تشجعونا بلي لايك ديالكم وديروا ابونا في لاشين. وان شاء الله كنوعدكم بلي غادي نبقاو نديروا ديما فيديوهات وغادي يوليو الحب مسكينة. ايوا نلقى الموت. صافي البنات المهم هادشي اللي كاين ولا البنات والاولاد كاع اللي كيتفرج هاد الفيديو نتمنى يكون استمتع. وكما قلت لكم ما تنساوش تابوناو وغادي نخليو لكم الانستغرام ديالنا. حنا درنا انستغرام ولا تحت في الديسكريبشن. وصافي هادشي اللي كاين وفرجه ممتعه. واحد ديديكاس لإسلام. يا مسكينة بنت خالتي ديما كتفرج فينا وقالت لنا ديروا لي ديديكاس ومن هذا المنبر عاوتاني كنسلم عليك إسلام. شكرا لك. شكرا لأي واحد كيشجعنا. شكرا لبنات صحباتي وفي الانستغرام وفي كل شيء. يلا بيس باي.